السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. ومبروك عواشركم، الله يدخلوا عليكم وعلينا بكل خير وبالسعادة إن شاء الله. والله يجعلنا في رمضان من المقبولين، والله يتقبل منا صالح الأعمال. جعلني الله وإياكم من الصائمين الأبرار الذين يدخلون من باب الريان. الله يتقبل منا ومنكم، والله يتقبل منا صيامنا وصلاتنا وقرآننا وسجودنا وركوعنا. ايوه شي اللي نقول صراحة، جاء رمضان ودغيا مشى. صراحة مازال ما سخيناش بيه، ولكن هذه هي الحياة دغيا، كيمروا الأيام بينا. والله يرحمنا، وها رمضان مشى وغيرجع، ولكن ما عرفناش واش غنكونوا ولا ما غاديش نكونوا ولا غادي نموتوا. ايوا الله يرحمنا ويرحم جميع المسلمين ويرحم جميع اموات المسلمين اللي ماتوا، الله يرحمهم، واللي باقين في الحياه الله يوفقهم اللي صالح الاعمال ان شاء الله. ايوا هادشي اللي غنقول، مبروك عواشركم، تعيدوا وتعاودوا، ورمضان مازال ما سخيتش، وعيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم خوتي أخواتي، كيف دايرين؟ بخير أشكركم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى نلقاكم في أحسن الأحوال، وعيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. مهم فرحنا برمضان، نهار فجر رمضان فرحنا به، وها هو عاوتاني غنودعوه. اللهم اجعله الله يجعله في ميزان حسناتنا ان شاء الله، وميزان حسناتكم انتما، والله يجعلنا من الصائمين الفائزين بالاجر، ماشي غير العطش والجوع. وهذا ما كان، وها اختي زهراء غادي تبارك لكم، حتى هي العواشر غادي تبارك لكم بعيد. شي كلمه متزكيه عن اختي زهراء. مهم مبروك عواشركم، كنتمنى يدخل عليكم السلامة، وكل عام وانتم بخير. ايوا المهم قلنا نديروا هذا الفيديو نباركوا لكم العواش العيد. ومهم دابا غادي نلعبوا واحد اللعبه انا واخواتاتي، المهم نخلقوا السعاده بيناتنا، واخا بشي حاجه بسيطه، نضحكوا شويه وغادي نلعبوا واحد التحدي، وها انتم معنا. مهم الخوت، غادي نلعبوا هاد اللعبه ديال البالونات. كما كتعرفوا العيد كيشريو الدراري البالونات، ومهم نرجعوا للطفوله نلعبوا شويه ونضحكوا شويه، ونتمنى تضحكوا معنا تنتوما وتفرحوا معنا وندوزوا العيد. هو هذاك، نشوفوا شكون فينا اللي غادي تنفخ ثلاثه من النفاخات في وقت قصيره. انت قدرت تنفخ اكثر كاع من ثلاثه؟ راه باقيين عندي هنايا، باقيين اربعه خمسه يعني، لا المهم باقيين هنا خمسه اللي كملات هادو ديالها، الا بغات تاخذ هادو تاخذهم، الا عينا راه صافي غادي تجي مبارك عليا. يلا دابا غادي نبداو، يلا واحد جوج ثلاثه.
عليك زين برا غير تفرقه. عرفت والله لا فكرتني فاش كنت كندير الكره ولا كندير حتى دابا راه اللعبه ديال والله الا درت اليوم اكس. المهم انا غادي نعطيها لواحد البنت زعما ما نقدرش نبقى غنزيد غندوز الثانيه نريد وقت زمزم هكا شتي شتي عيش شتي لي يا سمية راه غير يقلبوني هيا الخبز هذه تاع عاود ثاني غادي نسدها وغادي ندوز للثالثه زهرة اصلا شنو زهرة يديك ملي ولي ولي زهرة كتخرب كدير كدير غير الخبز عادي غادي نسدها زين انا دابا نخسرت عييت راه كيدورو ليا نجمات خلاص نطول نديرها فينا هي الثالثه هانيا تقلبت الزهرة المهم الاخوان انا كملت ديالي بقاو لي هما جوج وحده لوحده ماشي جوج عفوا نشوفوا واش سعدية اللي غتغلب زهرة ولا انا غلبتهم جوج صافي سالا الوقت سالا الوقت صافي مهم الخوت انتم اللي غتحكموا واش انا اللي ربحت ولا اختي زهرة ولا زينب. زينب راه تفشت ليها وحدة انا ما تفشت ليا حتى وحدة عندي ثلاثة زهرة حتى هي تفشت ليها يعني ما عرفت ما عرفناش شكون اللي سالت وقت هذا التحدي ولكن مهم انتم غتبغوا تحكموا واش انا ولا زينب ولا زهرة ايوا مهم كنتمنى لهذا الفيديو اللي اعجب ديالكم وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم وتديروا لينا شي تعليقات زوينه وما تنساوش الجيم
وشكرا لكم على المشاهدة ودمتم في رعاية الله وحفظه. وعيدكم أول مرة نبان في الفيديو. وعيدكم مبارك سعيد وكل كل عام وأنتم بألف خير. السلام عليكم. سلام.